السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة حياتنا تيفي تحياتي لكم جميعا أينما كنتم ومرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله آه إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نديكم نوريكم من ديالنا في نوصله آه المهم هذا الفيديو شوية راه قديم يعني راه شي شهرين هادي باش صورته ولكن يا الله كتب باش نمونطيه ونحطه لكم المهم اسمحولي على هذا التأخير هذا آه السلام عليكم أيت ما بخير كل مزيان مرحبا يسوني الفيديو تخل ان شاء الله هاكو ناوي عند اختي فرخينا آه المهم ين شهرين يدخل صور الفيديو ولكن هاتي دغا كتابة انا سعد لغض عمات منطا انا بداو فيديو ديالنا المهم كما كتشوفوا معايا هادو هما النخيلات ما شاء الله يعني راه تمروا هذا العام ما شاء الله راه والدين هانتوما كما كتشوفوا آه يعني هاد النخيلات يعني راه تزرعو آه في الارض ديريكت يعني راه ما دازوش من لاسير هادو يعني فسائل تحطو في الارض ديريكت وتزرعو ماشي ديال آه ولكن مهم نصيحه نصيحه اللي بغى يزرع النخل ضروري يكون ديال لاسير لانه يعني كيكون شاد يعني في لاسير ما تخافوش لا يموت لكم ولا والو المهم ملي تيكون شاد في لاسير مزيان راه صافي راه تزرعو عادي في الارض و يعني ما كيوقع ليه والو اما الى زرعتوه ديريكت يعني في الارض راه يعني القليل اللي كيبقاو يعني راه كيموتو بزاف كيموتو فيهم بزاف يعني كيبقى لك غير شويه المهم من الاحسن يدوز من لاصير المهم راه في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم حتى لاصير ان شاء الله بقاو معايا في الفيديو ان شاء الله حتى يسالي المهم كما كتشوفو هذا هو النخل ما شاء الله آه المهم آه يعني المشروع ديال النخل راه واحد المشروع زوين واخا يعني فيه الخدمه وفيه يعني يعني راه والميزانيه وكل شيء ولكن مهم زوين يعني على اي راه مشروع آه واعر يعني مشروع زوين في المنطقه الكوتاغوت ما شاء الله يعني هذا الانسان اللي اللي اختار هذا الكوتاغوت يعني راه ما عندي ما نقول فيه ما شاء الله يعني آه منطقه يعني جافه منطقه صحراويه يعني راه هذا الكوتا هو اللي خدام في هذه المنطقه هذه لان الماء قليل يعني راه ما كاينش راه قليل اللي عندو الماء يعني غير دا اللي دار هذوك لي باصان كما وريتكم في الفيديو في, في واحد الفيديو يعني تيديروا دوك لي باصان باش يجمعوا الماء ما راه ما كاينش الماء راه قليل ما هنايا كما كتشوفوا هي القرعه يعني آه المهم كزرعوا داك ديك القرعه يعني تحت آه النخل المهم راه الماء 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 راه كيمشي كي يض... كي كيمشي اللهم بعد هذوك حتى ديك القرعه حتى ديك القرعه بعدا يعني تزرعات تحت داك النخل المهم يمكن تحسيو المهم انا وتقصيت <applause> انا عايز شلحيت حيد نغمد نرزع عرفت <applause> المهم كلشي مزيان كلشي حلات حلات عرفت حلات شلحيت المهم غير غادي ربي الصحه والسلامه وصافي ايوا المهم يمكن تحسيو مع تقصيت برشا الله النوع إيه ديال القرعه النوع ديال سميتها ديك الرطيله كاينه الرطيله وكاينه ديك القرعه الحمراء إيه المهم ثلاث تغسيط تزكوا اختي لي دنا غير هي الرطيله تزيزاوت ايوا المهم يخدم لي المنطقه هاد المنطقه الصحراويه يتخني في المهمات والنيره ديال الشرزي فرخان التخصيد المهم لا لا بزاف الخيرات ما شاء الله كاينين كاين بزاف كاين تيكون هنا الدلاع تيكون كتكون المنوخية كتكون الفلفلة مطيشة يعني بزاف بزاف الخيرات ما شاء الله غير الماء هو اللي مشكل هنا ما كل كلشي كيصدق هنا في هذه الارض ايوا كما كتشوفوا ها انتم هذه هذه شنو هذه هذه الفصه هذه راه الفصه وهذا هذا راه هذا هد... راه العنب هذا غير مازال ما تحول يعني هذه زري هذاك العنب هذا باقي غيتحول لبلاصتو ايوا هبندت حسيوا مع الفصاط بارك الله المهم خديت لي زبونات غدوة النار المهم يحلا واخا الجو مريح يحلا الجو ونس واخا اللوز واخا ونا ذاتي كانت ترتاح ذاتي كانت امسيتي تصيني تصيحلا المهم تحلات ما زيارت وري اللي ما دابا غادي <applause> نديكم تشوفوا لاصير هذه هي الطاقه الشمسيه كما كتشوفوا احنا دابا في لاصير ها هي المهم ها لاصير يمشينا تحسيو متي فرخينا ما قارت نتي ثاني ما قارت نتي تسول انت داغنت تغير امان يعني يوميا امان يوميا دسانت ما قارت نتي مشينا انت داغنت امكنه تحسيو من دغي لانت يتسنت اغا انتياد هاد الجهزه ضغفنا ويغزار الى انتنا يسو المهم لانتنا يدي هاد انت هانتنا يا غنية تيتخات حلان تصافي بدا تصافي يوم زنت بريد تينا غاو كيضنينا وندي باين نمشي ناغت سولي انتا كوي دغانت تدغي ايت تدغي يرني يوميا يوميا, يوميا. داز سنت الصباح سنت سنتا هكاك، المهم لاصيرت غير سنتي تحفاض دازنتي تطفا زو، تفا سنت تا تفوت، تكوين ناخ، أه <hesitation> باش هدا غنت، كيما كتشوفو هدا هو النخل يعني لي في يعني هدا راه يعني راه كيما كتشوفو ها هو يعني خضر، لاخر راه باقي غادي <hesitation> حتى هو غادي يدير، واخا شفتوه هكاك راه مازال غيكون <hesitation> أه حتى هو بحال هاو بحال هدا. المهم هنايا راه شي ألفين ألفين وشي حاجة ديال النخلة كاينة هنا هادو هما الفسائل اللي في آه يعني ملي كيدوزو من لاصير راه يعني كيكونو كي ساهلين يعني أنك تزرعهم في الأرض وغادي يشدو كيما كتشوفو تبارك الله يعني النخل آه <applause> كما كيبان لكم راه لا صير كبير يعني راه واسع تي <applause> تي <applause> فرخين تقد غير دات نتي تكسني تي دات ين تياوين هي دات تياوين باللغه العربيه فسائل النخل تياوين هي وين دي دتيني تفرخين دختي خاتارين ردي سيري وانت تي تخي يتسكين نسنت نعم انا مي تيني تا هي وين تكس المهم دا تكس تا هي وين النخل زرعت تزرع انت كلاصير رضام مزيان عاد حولت نتي غير بنادم صغار نسنت المهم الوقت لنا إذا الزرع نمتن تفرخي إذا تزرع عند شهر ثلاثة أو شهر خمسة المهم قليل ما يدي زرع عندك شهر ستة دون نغل مهم على حسب لأن هذا يدي للحمة يتق... دي تقهار يدعني يدي مشي دي تكرز نزد دي تقهار لحمة المهم الأحسن شهر ثلاثة شهر ربعة أو شهر خمسة يدخل ديان الوقت نزد <applause> وهنا ودم مطيشة <applause> عفوا انا ود المطيشه نزرعت ثلاث ولكن المطيشه ورت صديق المهم شويه المهم ينغد اللحمه يراد اللحمه مطيشه نغد نغداو الزريعه تخيدو ريح ليا نورس المهم المهم شويه المهم نمشي ناتسيو مع تورو تخمجاك شويه وما مرت صديق ورد صديق النوع الماطي يدور دوري حلين ميد ميد الحماي قهرنا صافي ورس زعما نور ني نورمالمون يعني تلاقي ني لا قد حلو ولكن مهم شويه ورولا ايوا تن اي ماشي نتيسيو هذا المشروع النخلة هو هذا مشروع احلان يخصه غير صبر لي دري من تضحيه الخدمه الخدمه والميزانيه هاي تري تري خصان ايوا المهم المنطقه ان شاء الله نتمنى حلو تحلو دات تخسدات ان شاء الله بدا انا يعني دا سير المشاريع تخبدا تبارك الله لا نمتن لا نمتن غير زنزان تبارك الله غرس الانتاج المهم غرس الانتاج تبارك الله دا زنزان تيني المجهول تبارك الله تيولي الثمن مجهول في السوق المهم خويا انا جاتي ربي انا غير ربي سخري خويا ايوا تيمشي يا هذا وانت انا تفرخين المشروع انت فرخين انا دي زعما هاتي حلال المشروع يعني مشروع يحل نيديا يخصها غير الصبر هذا هو هذا هو الفيديو ايوا المهم جرونا التوم لايك خيرونة خيروني التوم تشترك تشارك تشترك القناة دة دتتفرج وردت تقاميد اللايك يعني اذا تلاحظوا ضغطت تفرج ولكن وردت تقاميد اللايك وردت تقام الاعجابي المهم أيوة هذا الفيديو هي نتمنى غداوني يعجب الله يعاونكم سلامه الفيديو جاي